القناة الإخبارية الجديدة صوت الشعب. وضحت صحيفة ذاسون البريطانية أن تجديد أرسين فينشر لعامين إضافيين مع نادي أرسنال يعني بقاء أليكسيس سانشيز ومسعود أوزيل مع الفريق اللندني الموسم المقبل. وأشارت الصحيفة إلى أنه سيعلن عن تجديد عقد فينشر اليوم الأربعاء، لكن مستقبل سانشيز وأوزيل ما زال غامضا واللاعبين يرغبون بالرحيل عن الفريق. تصنيفات الخبر: أرسنال، أوزيل، سانشيز. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر إعجاب واشتراك وشارك ذلك مع أصدقائك. صوت الشعب.